ولعل الإشارة هنا فكرة إنه ممكن يكون فكر دكتور زويل بعض الدول استفادت منه في تطوير البحث العلمي في إحداث نهضة علمية حقيقية بشكل أكثر سرعة مننا أو بشكل لا، ده أكثر. سؤال مهم جدا. شوف انا اقول لحضرتك، الدكتور زويل صديقي، كان لنا لقاءات. انا اذكر في مره كنا قاعدين بنتقدم، او على فكره بيحب كان نقعد في حتت كده مطعم شعبي، كان بيحب. كنت انا وهو لوحدينا يعني حاولنا نبعد عن الكاميرات عشان ما حدش يضايق، وقعدنا نتكلم، وكان طبعا كلامنا على البحث العلمي. انا فاكر اللقاء ده كويس جدا. قال لي بص يا هاني، انا مؤمن ان تطوير البحث العلمي ونهوضه هيبقى على ايدي العلماء المصريين الموجودين في مصر. احنا كأساتذة في الخارج شغلنا ان احنا نحول اللي بنتعلمه هناك لخدمة البحث العلمي في مصر، لكن انتوا اللي طوروه، انتوا اللي تضعوا اسس منظومة البحث العلمي السليمة. دي كانت كلمته. فالفكرة انت عندك في مصر علماء كثيرين تقدر تستفيد بيهم في بناء البحث العلمي. وانا عجبني سيادتك وانت بتقول حاجة مهمة قوي، لفت نظري في الكلام، وانا سعيد بيها لاني ما بسمعهاش كتير. حضرتك قلت ايه؟ منظومه العلوم والتكنولوجيا، ما قلتش منظومه البحث العلمي، وهذا ما انادي بيته النهار. لابد ان احنا نغير مفهومنا. احنا عندنا حاجه اسمها وزاره الدوله للبحث العلمي، يجب ان تكون وزاره العلوم والتكنولوجيا كما فعلت اليابان وفعلت الصين وفعلت الهند وباكستان ودول. كل دول البلاد دي انشات وزاره اسمها Ministry of Science and Technology، او وزاره العلوم والتكنولوجيا. وده اللي احنا محتاجينه، وده اللي كان الدكتور زويل دايما يعني بيحلم بيه قبل انشاء الجامعه. عظيم. لكن برضو حضرتك ما تقدرش تنكر انه في انطباع ما سائد في عقول كثير من المصريين ان مصر دوله طارده للعقول او كانت طارده. طبعا لفتره طويله كانت طارده. كانت. طب تعالى حضرتك ناخد لا كده، تزال. هقول لسيادتك تعالى كده نتابع دلوقتي. يعني انا الحمد لله اثناء فتره رئاسه المركز اتفقت مع الدكتور مصطفى السيد عالمنا الكبير، بيعمل مشروعه لعلاج سرطان بجزيئة الذهب دلوقتي في مصر وشغال كويس. الدكتور زويل جه وابتدى عمل مدينته. النهاردة المشاريع القومية الكبرى زي المشاريع الأنفاق مين اللي مشرف عليها؟ المهندس هاني عازر، نجمنا في ألمانيا، واحد من العقول المصرية المميزة. مشاريع الطاقة الشمسية الدكتور هاني النقراشي أستاذ. فإذا بدأنا، أو بدأ، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة الحقيقة، اللي بدأ الرئيس لما عمل مجلس استشاري فيه هؤلاء العلماء، وده بداية مهمة جدا. فبدأنا دلوقتي في مصر نشوف علماء مصريين كتير من الخارج بيجوا يشتغلوا، وفي نماذج أخرى يعني. فلا، بدأنا يعني يبدأوا العلماء المصريين يعودوا. عندنا الدكتور مجدي يعقوب عمل المستشفى بتاعته، وهو دلوقتي مسؤول عن جامعة زويل. فبدأت العقول المصرية. أيوة، بس دي نماذج يا دكتور هاني نجحت وأثبتت كفاءتها وشقت طريقها وأصبحت علامة بارزة على مستوى العالم كله. وده اللي احنا عايزينه. هذا لعل الحديث هنا أو السؤال هنا مرتبط بفكرة أنه في كفاءات أو عقول نابغة نابهة في المجتمع المصري مش لاقي فرصة، مش لاقي حد ياخد بإيديها. امبارح احنا كنا برضو بنتكلم في زاوية العلم والعلوم والتكنولوجيا ودعم الطلاب، فأحد أصحاب بعض الشركات اللي بتسهل سفر الطلاب للدراسة في الخارج أكد أنه بيجيله بعض الطلاب ربما يكون لسه تلاميذ في مراحل الإعدادي أو ثانوي، والواحد منهم اخترع اختراع أو اختراعين في إشارة أنه يعني عندنا عقول مميزة ونابغة، لكن هو نفسه قال بعد ما بيجي وبحاول أساعده لكن ما بعرفش بيروح فين أو بيكون مصيره إيه بالاختراع اللي جابه أو الابتكار اللي واخد بيه شهادات موثقة من داخل الدولة. السؤال هنا معني بفكرة اللي لسه ما خدش فرصة، اللي هو إنسان واعد. يعني أنا هتفق معك عشان خاطر ما بانش إن أنا بقول إن إحنا عندنا في مصر البحث العلمي كويس قوي ونزول. لا، أنا ما قلتش كده. بقول إحنا بنبدأ، لكن في حقيقة الأمر طبعا إحنا محتاجين الاهتمام بشدة في الفترة القادمة بالبحث العلمي، لأن لغاية دلوقتي لسه إحنا يعني ما حطناش البحث العلمي في مكانه اللي المفروض يكون وإحنا بنبني دولة مصر الحديثة. لا طبعا، إحنا محتاجين أن نظرة أخرى للبحث العلمي، عشان حضرتك من ضمن الحاجات هو الاهتمام بشباب المبتكرين، وبسميهم أنا مبتكرين لأن يمكن لسه كنت بتناقش مع حضرتك برضو في موضوع المخترعين أو المخترع الصغير. يعني خليني أسميه مبتكر، لأن كلمة مخترع يعني زي الدكتور زويل مثلا كويس، عشان يوصل لاختراع بيقعد مثلا 10 15 سنة يشتغل في جامعة أو في مركز بحثي معاه تيم ورك، في على الاقل 30 40 واحد بيشتغلوا معاه، في اجهزه، في معدات، وفي انفاق كبير جدا.
انما لما بلاقي مثلا شاب عنده 15 سنه وبيقول انا اخترعت، طيب الاختراع ده عمله فين؟ حاجه من اتنين، يا في المدرسه يا في البيت، مفيش مكان تالت. كويس، طب فين الامكانيات اللي انفقها وفين الاجهزه والمعدات اللي تخليه يوصل لاختراع؟ لان انا برضو كنت قاعد برضو مع مجموعه شباب بيقولوا اخترعنا غواصه. لا يعني عشان اخترع غواصه ده موضوع كبير جدا يعني. كويس، فانما بيبقى عندهم افكار حلوه ده حقيقه، هي الفكره يعني ابتكارات. الفكره من حيث المبدا يعني ممكن تطبيقها يعني بشكل اساسي. تقصد عنده فكره ممكن تحولها مع الدراسه الاختراع. تمام، ده احنا محتاجين بقى الكلام ده، محتاجين ان احنا نتبنى دول. ده بتسميه ايه؟ مبتكر. مبتكر مش مخترع. لا ما اقدرش اقول مخترع، لان مخترع بقول لك زي العلماء اللي احنا بنسمع عنهم، اللي اخترع دواء، اللي اخترع جهاز مش عارف ايه، هي دي الاختراعات. انما ده مبتكر، بس المبتكر ده هو نواه عالم او مخترع. لما تثقل موهبته ويدرس وتديله امكانيات في المستقبل ويبدا يعمل دراسات هيبدا يبقى عالم. ده مطلوب الاهتمام بيه جدا.